ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لو تاركاني رابردودا مسلمانان باسي أو علامتان ما نكرت كمسلمان أنجامي بدا أو كسب تواوتي في غنبري خوشقرك صلى الله عليه وسلم. جا هندي علامت من باس کرد، یکی لو علامتانا هر کسی کسی که خوش بوید زور باسی اکا، اوش باسی صلاوات دانا بدیاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم. زانی من معنای صلاوات یعنی چی، و زانی من چونیتی صلاوات چون صلاوات بدین، او عبادت گوریا او ذکر گوریا ابی وکو خوی بزانین. لپاشان دا عقوبه او کسانی که صلوات نادن، و لپاشان دا او شنانی که واس صلوات دان خیری زوره. و الم جمعه دا انشاء الله تعالى باسی فضل صلوات کن، باسی اجر و پاداش دی او کسا کن که صلوات دات دیار پیغمبر صلی الله علیه و سلم. جباب زانی اجر و پاداش دی چنی که ام ذکره ام عبادتا که خواهی پروردگار فرمانی پیمان کردوه، که فرمویت یا ایوها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. یکی لوانا صلاة بصلاوات، یک صلاوات دان بدیار پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنها صلاوات ادریت دیارت. عبد یکی تاوانبار، عبد یکی زلیل، بهو يك صلوات واخوي جل جلاله لبان عرش وحوت دجار باستك دجار ليت خوش بيت ده صلوات ذات ديارد بصر اي مي عبدي ضعيف تاوان بار بهو يك صلوات داني تو بصر پیغمبر صلى الله عليه وسلم. صحابه فرمون 2427 صحيح ترغيب وترهيب ده، وابن حبان صحيح كيها وردويتي، وإمام حاكم ووافقه الذهبي رحمه الله. حديثك صحيحة. أفرمون صحابة رضا ورحمتي خوايا نبيت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه. روجي كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاد بولامان دمشاوي زور دمچاوی جوان و خوش بو پیکنینی پیو دیار بو، سرور لگل بشرا فرقی کن هیا، بشر مجده کی پی پیان الیت، بلام ام سرورا دمچاوی زور جوان بو، دمچاوی زور دروشاو بو، دم با پیکنین بو. فرمو من یا رسول الله انا لنرى السرور في وجهك، ای پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم زور خوشیه که زور بینین بدمو چاو توا. فرموی فقال انه اتانی الملک
فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أما يرضيك أن ربك عز وجل يقول ملائكيك هاد بولان بيمي فرمو يا محمد صلى الله عليه وسلم آية الرازي نابي آية الرازي نابي فروردقارت فرمويتي إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك هيج كس يكني لأمتك إيتو كصلواتك بذات ديارت أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم إلا صليت عليه عشرا خدا فرمي إلا من دجار صلوات دم ديار أو كسا دجار خواي قور باس تكالنا وملائكة دجار رحم بزي خواي أرجيني تبانتا د صلواتي خواي پروردگار بهوي صلواتي كي توا ولا يسلم عليك أحد من أمتك هيج كس يكني لأمتك إيتو سلامت لسر ندا سلامت لينكات إلا سلمت عليه عشرا أما يرضيك آية الرازي نابي كس لأمتك الصلوات بذات ديارت من د صلوات بدم دياري كس لأمتك السلام يكد ليبكا من دجار سلامي ليبكم شكا خواي پروردگار لو قرآن عظيم دا سلامي كردوا لعبد صالح كان سلامي كردوا لبيغمبران كواتتوش أرويت الريزي أوانوا بهوي سلام يكدوا بيغمبر صلى الله عليه وسلم خواي پروردگار دا سلام دا سلام دليبكا أما يرضيك رازي نابي قال بلى وتنبر يا خواي پروردگار رازي أبم وفرميتي ما من أحد يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد عليه السلام رواه الطبراني هيج كس يكنيا كسلام يكم ليبكا إلا خواي پروردگار روح أخات ولا شم ظلوم أكات و تاوك جوابي سلامك أو كسب دمو أمش شتيك لغيبيات أبي إيما إيماني في بينين تسميل بين بقرآن وبالسنة كفكر لو نكينا وشون في غنبري خواه أو عالم السلام ليك شون روح أخريت وبري الله أعلم بلان باورمان بيتي كهركس السلام يكي ليبكا روح أخريت وبري وجوابي سلامك أداتا صلاة بصلوات أما يرضيك أن أحد من أمتك يصلي عليك إلا صليت عليه عشرا يك صلوات دان بديار پیغمبر صلى الله عليه وسلم د صلوات خواهي حاصل أكي بإذن خوا فضليك تري صلوات رفع للدرجات وحط للسيئات فعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر قال أجل أي پیغمبر إخوة أمرك هاتي بولامان أم بيانية دمتشاوت أمانة جوانا وقبلي بشرايك تفيا وخبر ما بديتي وزور مرتاحي فرموي بلي أتاني آت من عند ربي للا ينخواي پروردگار و هاد بوم چي هاد بوي فقال أو كسك للا يخواي پروردگار و هاد بولام بيمي فرمو من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات هركس لأمتك إيتو يك صلوات بذات ديارت أو كتب الله له نك ملائكة خواي پروردگار أو عظيم قوريو بريزيو شرف مندي أو بيغمبري صلى الله عليه وسلم كخواي پروردگار فرميت كتب الله له بها بهوي او صلواتي تووا خواي پروردگار اي نسيت عشر حسنات دساكت بو انسيت ومحى عنه
عشر سيئات، جمع سيئة، نك خطيئة، سيئ فعل يكي قبيح تكردوا، تاوان يكي قيزون تكردوا، بهو يك صلاوات داني توب ديار في غنبر صلى الله عليه وسلم خواي پروردگار محا عنك عشر سيئات ده تاوانت لي أصغيتوا جاري ده شاكي بود نسي أم جاك ده تاوانتش لي أصغيتوا ورفع له عشر درجات وده درجات لجنتها برزي أكاتوا لقيامتها ده درجات بيشكش أكات بويك صلوات دا صلوات الدعوة بديار في غنبر صلى الله عليه وسلم ورد عليه مثلها وشون صلوات الدعوة ديار في غنبر صلى الله عليه وسلم خواي پروردگارش صلوات أداة ديارته ده شاكت بونسيت ده خرابت لسر سريتوا ده درجات برزتك وصلوات أداة ديار خواي سبحانه وتعالى طهرة من لغو المجلس كباس مان كرت هش مجلسيك نيا كالصلاوات ندري تديار في غنبر صلى الله عليه وسلم إلا وك ووابد لديار كلاكيك توبيها الصابيتي وللروج قيامتها حسرة أخوازي انتفاء الوصف بالبخل تو كسيك بي وصف الرزيلي لسرد لاشي كسيك صغيت بو خير وشاكا فرموي الرزيل ترين كس أو كسيا كناو مني لا أهين إنه صلوات نادنا ديار من وسبب في إجابة الدعاء صلوات دان سبب يكبو أوي دعاء كانت قبول بيه وثمان دعاء هيش كسي قبول نيك دعاءك هتا وكو صلوات ندرية ديار في غنبر صلى الله عليه وسلم أنجاك أو قافية لا أشي أو حجاب لا أشي دعاءك قبول بيت وسبب لنيل شفاعته سبب يك بر شفاعتي في غنبر بكوي صلى الله عليه وسلم فرمي ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي لأحد إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي وسبب لعرض اسم المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري فإذا صلى علي رجل من أمتي قال ذلك الملك قال لي ذلك الملك يا محمد إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة صحيح الجامع هزار دوسط هجدة ناوي تو الرابو في غمر صلى الله عليه وسلم أفرميت زور صلوات بدنا ديار من خصوصا الروجي جمعة دا شو كخواي پروردگار ملائكة كي تايبت كردو ولا لاي قبركم سمعي همو عبادي داو بي لهركو صلوات بدي خواي پروردگار قدرت يواي داوت أو ملائكة كجوي لدنقد به أوش ريك أي جيني ببي غمر صلى الله عليه وسلم أي پیغمبر إخوة إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة فلان كر فلان يساك صلوات داوة ديارت أي پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم أو الشند الخوش به ناوي تو برات لاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بويا أما همي أجر پاداش دي صلوات قل يزورا هول بدين زبان من دائما تربكين بصلوات دان ديار پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلواتك شرعي لو شنانيك وشرع دايناوا بشيويك شرعي أوهم أجر پاداش تدسك إن شاء الله تعالى أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فضيلتك تري صلوات دان ديار في غنبر صلى الله عليه وسلم كفاية الهموم
ومغفرة الذنوب هچی همو غمت هي نامينيت وخواي پروردگار لتاوان كانت خوش بيت بو حديثي كإمام ترمذي روايتي كردوا 2457 حديثكش صحيحة عن أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه أفرميكاتي شوان بكي تسيكت وكتي أخيري شو في غمر صلى الله عليه وسلم هل أصال شو نوجي أكرت ألو كاتا ندى دعاء قبولا ألو كاتا ندى أخواي سبحانه وتعالى ديت آسماني يكم لبان عرشوا دا أبزيبو آسماني يكم چون دا أبزي وچون دا نابزي إما نايزانين بلام إيمان من بيتي كهمو شيك خواي قورو مهربان لحو تبقي آسمان ودا أبزيت آسمان يكم خدا أفرميت هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأعطي كي هي داواي لي خوشبونم لي بكاو لي خوشبم نقبلين رحمتي خوا دا أبزي رحمتي خوا بكي ولي داواي لي خوشبونم لي بكنا إن الله ينزل إن الله ينزل خدا دا أبزيت بس شون دا أبزي إيما نايزانين خدا أفرمي كي داوي لي بردنم ليكا لي خوشبم كي داوي اشتيكم ليكا بيدمي كي داوي توبم ليكا وتوبي لي قبول كم ألو كاتانا دا بيغمبر عليه الصلاة والسلام هل أصاو شو نيجي يكرت دعا يكرت لباشان دا أي فرمو يا أيها الناس أيو كساني كخوتون اذكروا الله هرصن ذكري خوابكا هرصن شو نيجيبكا جاءت الراجفة أو قيامت نيزق وابو نفخي صور والي أدري همو خلق أمريت وان يزق وابوها تتبعها الرادفة نفخي صوري دوامش كلي أدري خلقي همو يهلسيت نيزق وابوها جاء الموت بما فيه أو مردن هاتو أوهموا ناخوشيينا ومردنا لكاتي روح كشاننا لكاتي ناو قبرا لكاتي هرصان لقبر بوساحي محشر جاء الموت بما فيه قال أبي رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي أي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم جناب أفرموي ذكري خوابكا من زور دعاءكم آية شني لدعاء كاني خوم رجانا دو ساعات سي ساعات چوار ساعات داتنا وبو خوت لبين خوت وخواي پروردگار مناجاتك اي تو دعاكي أباريت والأخوا أي بيغمبري خوا شني لو دعاياني من كبو خوم يكم بكم بصلاوادان لدياري تو صلى الله عليه وسلم فقال ما شئت كيف خوتا سنيك أتواني أولا الصلاوات بدا ديارم قال قلت الربع أي بيغمبر إخوة دعا كان ما كما شوار كتوا كتيكي بس كما صلاواتان لسرتو قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك كيف خوتا بلا ما قر زياتري بكي أقر زياتر الصلاوات بديت ديارم أو خير وفاداشتي زور زور ترى قلت النصف أي بيغمبر إخوة دعا كم أكم بدكتوا كتيكي أكم بدعاء بوخوم كتيكي دعاء كيتر ما كم بس بصلاواتان لدياريتو هل لم اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد كتيك لدعاء كان مهر عليهم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك كيف خوتا بلا مقر زياتر صلوات بديت ديارم أو خيري شاكتر أبو خوت
قال قلت فالثلثين أي پیغمبر إخوة أي كم بسيكو تو دعا كانم دو كتي أكم بصلاوات بديارتو يكتي يكي بوخم دعا أكم قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك كيف خوتا بلا ما قد زياتري بكي أو خير تربوتو قال قلت أجعل لك صلاتي كلها أي پیغمبر إخوة لهمو دعا كانم همو يكم بصلاوات دان بدياري تو همو يكم بصلاوات دان قال إذن تكفى همك إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك جاء قروع بكي همو دعا كانت بكي بصلاوات دان بديار من أو تكفى همك أو همو غمد نامينيت كفاية تبو همو غمد خلاص خفتو همو غمد نامينيت ويغفر لك ذنبك ولتاوانا كانت خوشة بيت خواي پروردگار اگر کس یک بو خوی صلوات ادا لروج یک هزار صلوات ادا با بیدات لروج یک دو هزار صلوات ادا با صلوات بدات اما انکاری صلوات ناکین اما امانه بلگه لسر اوی که صلوات عبادت یکی گوریا صلوات دان با دیاری پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بلام لهم یشونا اما سنت یک منهی فعلیه والسنة يكمن هي التركية پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو نمونا بو چی لدوائی بانگ صلواتی ندا او پی او تری سنة تركي او تركي کردوا توش سنة وايا تركي بكي ولامت داتوا لئن خواه فرمويت يا ايوا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جاء علين پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم لتفسير او آيتين ازاني صحابة تفسيري أو آياتي أن نأزاني كجناب الدي أو آيات أبو من ديني توا أقر نيانزاني وا أو توشي كفر بي أقر معناي آياتك يانزاني وا آياتك بو خويا أن دابزي وا بوشي صلواتي أن ندا لدواي بان أو بي أتري السنة التركي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بلال حبش دنگي زور خوش بو أي تواني بلت أي بلال لدواي بان آوا بلت اما انكاري اواكين الين اوانا حزيان صلوات نيا والله دروكي اما حزمان لبدعانيا شون حزمان صلوات نيا صلواتك او هابت شون صلوات نادينا ديار پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر دعا كانت همو بكيت صلوات او اذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك همو غمد نامينيو خواي پروردگار لهمو گناه كانت خوش بيت لروج يكا بو خود 3000 صلوات بدا بو خود دان شو بشيوه يكي شرعي صلوات بدا هر صلوات بدا بزاكا سنكاري ليكا يا خواي پروردگار ليت خوش بيت ودليل إلى الجنة صلوات دان لديار پیغمبر صلى الله عليه وسلم ريقايا كبرو جنتت أبا وكو خويا فرمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خطئ يا فقد خطئ طريق الجنة هركس ناوي من إلى بهن ريت صلوات ندات ديارم أو الرجاي جنتي قوم كردوا أو الرجاي جنتي غلط كردوا مفهوم مخالف أيام حديثة يعني من ذكرت عنده فصلى علي فقد أصاب طريق الجنة هركس ناوي من إلى بهن ريت صلوات بدات ديارم او بتواوتي ريقاي جنتي قردوا جاء صلوات دان لديار پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهت شوينيكا جوتان لدنجي بو صلوات بدان دياري صلى الله عليه وسلم وإمام ابن قيم رحمتي خوالي بي لكتاب جلاء الإفهام لكتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام ألا ويدا سل فائديها وردتوا فائدة صلوات دان بديار پیغمبر صلى الله عليه وسلم چل فائدة باس كردوا يكي لو فائدانا يكم جارك باس يكا أفرمي امتثال أمر الله جيب جي كردني أمري خواي سبحانه وتعالى چوك خوا أفرمي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دي ايوش صلوات بدن
توش أمر خواجه بجيه كي صلوات أددي ديار پیغمبر صلى الله عليه وسلم أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها زيادر خوش ويسيك زيادة بي بصلوات دان بديار پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفرمويتي أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة زور صلوات بدنا ديارم لروج جمعة دا فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلا لترغيب ترهيب دا هزار وششصت وحفتاويك لروج جمعة دا زور صلوات بدنا ديارم هركسي لروج جمعة دا زور صلوات بدات ديارم او ان يزكترين شويني هي للروج قيامت للاي من او او كسل من او ان يزقى وفرمويتي لترغيب ترهيب دا 2435 فرمويتي ان اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة خوشويسترين كسبو لاي من نيزكترين كسبو لاي من للروج قيامتا او لا تربية كان يزق بي لمن او للروج قيامتا او كسانن كوا زور صلوات بدنا ديار من زور صلوات بدنا ديار پیغمبر صلى الله عليه وسلم بو اوي بزانن ان الله امر بامر بدا بنفسه وثنى بملائكه قدسه وثلث بالعالمين بالمؤمنين من عالمي جنه وانسه حيث قال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا عذر لنا من ذنب فنعتذر ولا قوة لنا فننتصر ولكن أهل ذنب فنستغفر فإن عفوت عنا فأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين وإن عذبتنا فأنت أعدل العادلين يا رب العالمين اللهم أصلح لنا اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم أهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واقض الدين عن المدينين يا رب العالمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.